خبريني أنت، بس بشار الأسد اللي ارتكب جرائم؟ أصدقائك السوار والمعارضة المسلحة ما قتلت ودمرت وخربت البلد؟ من اللحظة يلي وجه فيها بشار الأسد رصاصه الحي ضد صدور الناس العزل بدرعة وبغيرها، أجبر الناس على حمل السلاح لحتى تحمي حالها. بعدين صار في انشقاقات بالجيش النظامي من السوريين الأحرار كمان يلي رفضوا أن يقتلوا إخوتهم السوريين العزل، فتشكل شيء اسمه الجيش الحر، أقسموا مع بعض لحماية سوريا وحماية أولاده. قام بشار الأسد طلع لهم مثل ما وعدهم ببداية خطابه الجهاديين من السجن، مشان يقول تفضلوا هاي هي الثورة، ثورة إسلامية جهادية إرهابية. مليون مرة يا سيادة المحقق صرت قالت لك إنه هاي الفصائل اللي عم تحكي عنها بحياتها ما مثلت الثورة بشي، وبحياتها ما حملت قيم الثورة يلي طلعت بال 2011. على العكس، هاي الفصائل كانت عم تنفذ أجندات خارجية وأجندات النظام كمان، إذا بدك كانت عم تطيل عمر النظام وعم تشتغل معه ضد الثوار، وفي شواهد كتير على كلامي مشان يعملوا بالنهاية كل هاي الحرب ضد الإرهاب المفتعلة لقتل السوريين الحقيقيين ضد الثورة. يا سيادة المحقق، هاي الفصائل مستحيل أنها تمثل السوريين بشي، هي جسم غريب عنهم. بتعرف مين هن؟ بتعرف مين هن الثورة؟ بتعرف مين هن الثورة؟